السلام عليكم ورحمة الله. دائما احنا في لاباتيسري عندنا من الاساسيات ديال لاباتيسري الميزان. وطبعا اي واحد كيصايب هاد الوصفات اللي كندير او الوصفات ديال لاباتيسري بصفة عامة فراه غادي يخصو ميزان ضروري. طبعا في هذا الفيديو غادي نتعرفوا على ثلاثة الحوايج ربما ما كنتيش عارفهم على الميزان. رد معايا البال مزيان ومرحبا بالجميع. قبل ما نبداو الفيديو عندنا اليوم واحد المنتج جديد اللي هو هاشوار. كتسولوني عليه دائما، هاشوار اينوكس كيهز 2 كيلو، حاجه كاليتي جي ال وخطيره تبارك الله. يطحن واحد زعما هو نيت اللي استخدمت باش طحنت طماطم في هذا الفيديو هذا. شوفوا معايا المواس ديالو كيجي بربعه تاع المواس، يعني بكل سهوله غادي يطحن لك اي حاجه. تقدر تبغي صلاد، الكفته، اللحم، الحوت، اي حاجه جاتك على بالك. اللي بغاه ان شاء الله يتواصل معنا في الرقم اللي كيبان في الشاشه. طبعا اول حاجه خصك تعرفها بان الميزان الرخيص ما كيجيش بهاد لابول، والغالي الزوين كيجي بلابول هكا، يا اما تكون بلاستيك يا اما تكون. ثاني حاجه غادي نتعرفوا عليها هي الميزان، فيها جوج يعني وحدات، الغرام والمليليتر. بزاف ديال الناس غير كيتقلب لهم الغرام ولا المليليتر كيوليو يتلفوا. لا، شوف، تقدر دير الغرام تعبر به النواشف والسوائل، تقدر دير المليليتر تعبر به النواشف والسوائل، هما نفس. درت هنا سكوتش فيه 27 غرام، ياك ملي غادي نقلبها المليليتر غتعطيني 27 غرام، يعني بحال الغرام بحال المليليتر من ناحيه القيمه، يعني بلا ما تلفوا الا تقلبت لكم الوحده في شي وقت ولا هذا ما كاين حتى مشكل. ثاني حاجه غادي تعرفوا عليها هي الطريقه الصحيحه للعبار، سواء في الميزان اللي فيه لابول او الميزان اللي ما فيهش. الطريقه الصحيحه للعبار كنحطوا الطبسيل ديالنا بهذه الطريقه هذه، الطبسيل اللي غنديروا فيه الماده ديالنا مثلا السكر، الدقيق، اي حاجه غادي نديروه وغنطفيو الميزان ديالنا يطلع لنا صفر، ونعاودوا نشعلوه ونعاودوا نشعلوه يطلع لنا صفر بهذه الطريقه هذه. عاد كنعبروا الحاجه ديالنا، مثلا هنا غادي نعبر 80 غرام ديال اللوز، غادي نعبرها مباشرة هنا. في هاد الحالة راه ديك التبصيل اللي حطيت قبل ما نشعل الميزان راه ما محسوبش، ما كيتحسبش في الوزن، كيتحسب دابا غير اللوز، القيمة تاع اللوز شحال. غادي نعبر 80 غرام تاع اللوز، يعني 80 غرام، عندي الوصفة ديالي 80 غرام تاع اللوز. وهكذا نقدر كاع ندير تبصيل كبير، مثلا عندي المشكلة تاع لابول، شوفوا هاد لابول هادي تقريبا تقدر تهز كيلو، بينما انا فاش نبغي نعبر مثلا 2 كيلو 3 كيلو تاع الدقيق، واش كل مره نطفي الميزان نحيد لابول؟ لا، غادي ندير بول وحده كبيره بهذه الطريقه هذه. شوفوا معايا بهذه الطريقه هذه، ونعبر مباشره، غندير لابول ديالي ونطفي الميزان يولي نطفيه ونعاود نشعلو يولي الزيرو، يعني ما تحسبش لابول ديك ساعه، الوزن تاع لابول ما كيتحسبش. وغندير فوق منها الدقيق ديالي ولا السكر اولا المكون اللي بغيت، او بالنسبه للناس اللي كيوزنوا في الطباس ولا داكشي يحطوا الطبسيل مباشره يطفيو ويديروا الشباكيه ولا البتيفور او الحجم ديال الحاجه اللي بغيتوا ديروا بلا العبار ديال الطبسيل. ايوا ثالث حاجه بالنسبه للناس اللي كيتشكاو ان الميزان ديالهم ما مضبوطش، هي كيقول لك انا ما كنعرفش الميزان ديالي واش كيعبر لي مزيان ولا لا. ردوا معايا البال، شنو غدير؟ غتهز واحد الخماره تاع 7 غرام، راه كاينين كاع في كاع الديور، غادي نهزها الخماره فيها 7 غرام وبالساشيه ديالها 9 غرام كتعطيك، غنلوح في الميزان ديالي، الا خرجت لي 9 غنعرف الميزان ديالي مضبوط 100%. الا فيه زايد ب 2 غرام ولا ب 3 غرام ولا ناقص 3 غرام ما كاين حتى مشكل، راه الميزان مازال مضبوط. المشكله الكحله الا لقيتيه زايد بشي 10 غرام ولا 20 غرام، ديك الساعات نقدر نقول لك اودي راك في خطر، يعني خصك تحاول تشوف الميزان ان فيه ديفو تصلحو اولا تبدلو. هذا ما كان. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، نتمنى ان الطريقه اللي وريتكم طريقه العبار المكونات بلا سماره بلا كل مره تغسل الطبسيل كل مره تبدل. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساوش ديروا لايك بارطاجيو وخليو تعليقاتكم كما ديما. شكرا لكم بزاف، بالسلامه عليكم.